موضوع التراب والعواصف الترابية مثل ما تشوفون. أنغام تقول هلا بيها، أو شو تب كيفش تهلين بيها؟ كيفش تهلين؟ شنو هلا بيها؟ احكي عن نفسك أنغام، هلا بيها ليش؟ أم أحمد تقول يجي أكثر بسبب أخلاق بعض الناس. شاليهم الناس أم أحمد، شاليهم الناس ولسانهم وأهلهم لو منطيهم شوية تربية مثل ما مطعميهم أكل كان العراق بخير. ما هذا العساء شجاوب أم أحمد. كيفك أم أحمد؟ تتعلقين بكيفك؟ المهم شفنا تعليقك هنا وتنورينا، وإن شاء الله كل مرة تعلقين ونجي ناخذ تعليقك. رياض الحمدان يقول المواطن العراقي كل الكوارث السياسية والطبيعية أصبحت جزء من حياته. والله صحيح، ألف رحمة على شو تريد موجود يا بي، شو تريد موجود. من الأخير تعليق من سمر جمعة تقول والله خلصت جايزي، لا إله إلا الله، لعبة نفسنا. سمر الظهر ما تداوم في يوم التراب، تخابر تاخذ إجازة وتقول والله خلصت جايزي. زنو الجناب تقول والقرآن ما بينا حيل بعد ننظف، حتى الكاشيات من الغسل بوطت. عمي ما نريد تراب الوطن، بطلنا دي كافي، ملينا طلع. هذا مو تعليق انتقام. والله خطيه تقول ملينا من الغسل، صدق ملينا من الغسل. انا ارد اغسل سيارتي ما اقدر، ثاني يوم صار تراب. زين ما حتى بنقدر ننظف، ما اعرف يعني. انا اليوم شويه حاولت اغسل هالسياره، قلت بس الجمعه تبقى نظيفه، السبت راح يرجع تراب. يعني ما صار لها شهر ما غاسلها من ورا التراب. زين انه بقول ما نعرف، والله العظيم كلهم صار اللون واحد جوزي، كل السيارات صارت عباره عن قطعه جوزيه مال التراب. يعني والله ما نعرفهم هاي شلون بالحروب يغطون السياره بتراب وطين وهذا، حتى الطيار ما يشوفها، ماكو تصير بلون الشارع، بلون الصحراء. احنا هيك هسه سياراتنا عدلوا قبل للرمادي ما تبين.